أهلا وسهلا بكم تتبع قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من كورنيش عين دياب. كيف تشوفوا معنا أن أحد الملاهي الليلية المعروفة بهذه المنطقة السياحية أنهم في قلب فضيحة كبرى وباغيين يجيبوا أحد المغنيات ديال فن راي المغنية وادا الشالومونتي. هذه المغنية الجزائرية اللي هي من المدعمات ديال بوليزاريو. اذا تتبع قناة شوف تيفي ما رأيكم بخصوص هاد السهر وهاد العمل هذا اللي بغى يقوم به صاحب هاد الملهى الليلي. كيف معروف ان هاد المغنية هادي الشابة وهذا انها من المغنيات الجزائريات لفن راي وهي من المدعمات ديال الكيان البوليزاري. إذن كيف تشوفوا معنا تبعوا قناة شوف تيفي باش نقابلكم أكثر من الصورة. يوم 20 اللي هو أظن يوم الخميس المقبل غتكون يوم 20 اكتوبر غتكون سهرة في هذا الملهى الليلي. وكيف نعرفوا ان غالبية المتتبعين ديال هاد المغنية الجزائرية هما مخمرين وناس تتعاطوا المخدرات. تتبع قناة شوف تيفي يلا تلحقوا بنا في هذا المباشر. هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة عين دياب من أمام أحد الملاهي الليلية المعروفة في هذه المنطقة هذه واللي هما في قلب أكبر فضيحة اللي هي فضيحة وجريمة في حق الوطن لأنهم غينظموا واحد السهرة فنية وغيجيبوا واحد الفنانة جزائرية معروفة اللي هي الشابة وادا شالومونتي واللي هي تدعم البوليزاريو وهي ضد الوحدة الترابية للمغرب. إذن في نظركم واش هذه جريمة غادي ترتكبها صاحب هذا الملهى في حق الوطن الحبيب اللي هو المغرب؟ كيف نعرفوا أن عدة دول مدعمة المغرب في هذه القضية هذه لاستكمال وحدته الترابية، لكن كيف نشوفوا أن صاحب هذا المحل هذا بغى يجيب أحد الفنانات الجزائريات اللي هما تدعموا البوليزاريو.